السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيو ار كرافت بيغنينا عن الكيو ار الممل اللي هو بيبقى مربعات ابيض واسود. لا دلوقتي بقى فيه حاجات جميلة بالشكل دوت. كل عليك ان انت هتقول له انا عايز اعمل حاجة، فبتكتب له هنا انت عايز ايه. يعني ممكن مثلا هنا هقول له انا عايز بيت مصري مثلا. طيب هي المفروض ده بقى يدخلنا على ان صفحة، تبدأ بقى تكتب الصفحة بتاعتك هنا. تمام، تكتب كل المعلومات اللي انت عايزها، وبعد كده تقول له جنريت كيو ار، فبيبدأ يعمل لك صورة كأنك رحت على ميد جورني او اي موقع من المواقع دي وخلته يكون صورة. عمل لنا الصورة اهي بالشكل دوت. تمام، لو عملت سكان للكيو ار تلاقي نفسك دخلت على الصفحة بتاعت بيم اريبيا.